اليوم بصراحة يعني حربنا بالمقام الأول حرب فكرية، وبالتالي يعني هناك مشروعين لا يمكن أن يلتقيا على أرض سوريا. سوريا المحبة، سوريا التسامح، هذه هي ثقافتنا. لكن للأسف حاول أعداء الإنسانية وأعداء التقدم وأعداء الحضارة حاولوا أن يغرسوا يائسين فكرا هداما، فكرا إرهابيا وهابي، فكر إقصائي يلغي الآخر ولا يؤمن به. نحن بهذه الأدوات، بالمسرح، بأدوات الثقافة الأخرى، نواجه هذا المشروع ونغرس في أذهان أجيالنا قيم المحبة والتسامح والإخاء التي تربينا عليها يعني منذ مهد التاريخ. أعدنا إطلاق المهرجان، هذا كان قرار من رئيس الاتحاد بعد 8 سنوات انقطاع. حقيقةً نحن بحاجة لتفعيل هذا المسرح، لأنه هذا المسرح بيلامس قضايا الناس وهم الناس. حقيقة بحاجة لحتى يصير في تواصل بين المحافظات. نحن اليوم ببرنامجنا حقيقة في ربع ساعة عرض لفرقة جولانار بالمشاركة مع الفنان يوسف المقبل، عرض افتتاح هو حيكون، وبعد عنا مسرحية الضيوف لاتحاد عمال دمشق اللي هي داخلي ضمن المسابقة كعرض افتتاح. كم كنت وحدك يا ابن أمي، كم كنت وحدك، القمح مر في حقول الآخرين والماء مالح. ما يشجع وما يبعث على التفاؤل هو عودة المهرجان المسرحي لكافة المحافظات السورية، المهرجان المسرحي العمالي المركزي، والذي يجب أن يستمر دون انقطاع، لأن ما هدمته الحرب يجب أن نبنيه، والثقافة هي اللبنة الأولى في عملية البناء. احنا مقدمين فرع دمشق عرض الضيوف، اقتباس الأستاذ جوان جان، إخراجي أنا. العرض بيحكي عن واقع معاش بالبلد من خلال التفاصيل الحياتية اللي بنعيشها كل يوم. خلش انتايت استتسامي وحطت بسيارة. حاضر. احكي لك زو يا سمير. شكرا سامية. سعاد مسافر، واسمي عماد. والله حكيت لخالتك عنك كثير وما حكيت لك كثير. ايمتى ممكن ترجع؟